إنها شاعرة الحرائش مليكة شبالي رئيسة جمعية السن التنمية والثقافة والإبداع فالكلمة لها. مع الحياة نجدد ترحيلنا بكم في هذه ليلة أو أمسية الشعر في الليلة الأدبية الأولى التي تحتفي بقامتين وهامتين شعريتين، محمد أنيب الحمدي والشاعر العزيز أنصيان، حيث يجدني على يميني وعلى يساري الناقد المصطفى فرحات. الشاعران سنحتفي بهما وبأعمالهما، سأقدمهما معا. إنه ابن الدار البيضاء، بها كان مسقط رأسه، وبها ترعرع وتلقى تعليمه. هو عضو اتحاد كتاب المغرب، مثله في عدة دول عربية مثل ليبيا وتونس والجزائر، وشارك في عدة مهرجانات داخل الوطن وخارجه. له دواوين عدة دشنها بديوان الحب مهزلة القرون، مرورا بدار الأحبة وصولا إلى سفر البياض. فعبر دواوينه يبحث ليعيش كحياة البحار، كما صورها في قصيدته، وتعيش حياة البحار بين مد وجزر كالبحار. كلما غمرته المياه يحتفي بالقمر فاتحا صدفه، وإذا انسحبت أغلق الباب ثم الصدار، ساحبا معطفه باحثا عن مكان سواه. إنه محمد حنيفة حملي. تصفيقنا محمد أنيب الحملي يحضر معنا كشاعر توقيع أعمال الشعرية، لكن لا بد من قراءات نقدية في أعماله. وفي هذا الباب يحضر معنا قلم من أعمال جهة تامرة أزلالدة، فكرا وعطاء وإبداع. فقد تعددت اهتماماته الثقافية وتنوعت لتتوزع بين النقد والشعر والمسرح والبحث. وهو الذي صرح بهذا التنوع على أحد المواقع الإلكترونية إسبريس قائلا: مزاجي النفسي وخلفياتي الفكرية والمعرفية جعلتني كاتبا متنقلا بين أجناس أدبية متنوعة، وها أنت اليوم تحضر معنا ناقدا، الناقد المصطفى فرحاتي. حلك الليل فاختار لنا التراجيديا، البعد التراجيدي في أشعاره. إذن عشنا لحظات مع الشاعر محمد أنيب وقراءات في أعماله الشعرية. وقبل أن نواصل الجلسة الشعرية لابد أن نكسرها بفاصل غنائي، وهو عبارة عن وصلة أندلسية مع الموهوبة، موهوبة العرائش إكرام.